سجل المغرب ملحمة نضاله ضد الاستعمار الغاشم بأحرف من ذهب. منذ أن فرضت الحماية عليه اندلعت شرارة المقاومة، وواجه المغاربة المحتلة بالعمل المسلح والنضال السياسي، وخاض العرش والشعب كفاحاً شرساً إلى أن بزغ فجر الاستقلال، تخليداً لملحمة عرش وشعب في سبيل الانعتاق من براثن الاستعمار، وصيانة للذاكرة التاريخية الوطنية أحدثت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عشرات من الفضاءات التاريخية للمقاومة والتحرير على امتداد التراب الوطني. تضم هذه الفضاءات أروقة لتقديم معروضات متحفية مرتبطة بالكفاح الوطني والمقاومة والفداء، وأروقة خاصة بصور سلاطين الدولة العلوية الشريفة، ومكتبات تضم مؤلفات حول الثقافة والفكر الوطني ومرافق أخرى. شكلت صيانة الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير من أبرز إحدى التوجهات الاستراتيجية في البرنامج العمل ديالها، إذ عملت على إحداث بنايات جديدة حاضنة للموروث التاريخي والثقافي والفني. كما نهجت المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء التحرير منذ سنة 2007 استراتيجية ناجحة وطموحة لتتوخى من إحداث شبكة ديال الفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في سائر أرجاء الوطن. الهدف ديال هذه الفضاءات الذاكرة التاريخية هو دعم واحد الرسالة أجل الحفاظ على الموروث التاريخي اللي ذات صلة بتاريخ الحركة الوطنية وجيش التحرير والمقاومة والفداء. الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرباط فتح أبوابه في أبريل من سنة 2001، يقدم باقة نادرة من الوثائق التاريخية والمعدات واللوازم التي تؤرخ لمحطات هامة من ملحمة النضال وأمجاد عرش وشعب من أجل الحرية والاستقلال. الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرباط هو فضاء حاضن للذاكرة التاريخية، والذي يزخر بمجموعة من الصور التاريخية النادرة التي تمثل واحد الفترات مختلفة من تاريخ المملكة المغربية، ابتداء من فترة المعاهدة الحماية إلى غاية فترة ديال عهد محمد السادس نصره الله. الدار البيضاء مدينة غنية بموروثها الإنساني والتاريخي والنضالي. يعتبر الحي المحمدي من الأحياء العتيدة التي يفخر بها البيضاويون. كان هذا الحي بؤرة للكفاح ضد الوجود الاستعماري. إقامة فضاء الذاكرة للمقاومة والتحرير بالحي المحمدي هو اعتراف لما أستاه أبناؤه في سبيل الحرية والاستقلال. افتتح هذا الفضاء في فبراير 2017 بعدما تم تأتيته وتجهيزه وإعادة تهيئته، ولهذا فكتشوفوا الآن يعني هذه الأروقة اللي هي موجودة هي بناء على واحد التصور دارته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. الخصوصية ديال الفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحي المحمدي طبيعة الحال تتبدأ من المكان المتواجد فيه، أعطت انطلاق ديال شرارة المقاومة عبر تراب المملكة، والحي المحمدي شاهد على هذا المكان باعتباره واحد الحي اللي هو حي متميز سواء على المستوى الثقافي ولا على المستوى التاريخي. خرجوا منه رجال ونساء المقاومة عبر تراب المملكة، واللي عرفوا واحد الحدث من الأحداث والوقائع اللي كتأرخ لفترة المقاومة. الهدف من إنشاء هذا الفضاء هو يعني واحد الفضاء بغيناه يكون مشتل لتربية النشء والناشئة، اللي كيف كتعرفوا أن التاريخ ديالنا تليد ويعني وطافح بالأمجاد والبطولات والروائع ديال الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. بغينا الشباب والناشئة والمهتمين والباحثين يتم إطلاعهم على هذه المجهودات، لأن الاستقلال ديال هذه البلاد لم يأتي عبثا، وإنما جاء بفضل مجهودات جبارة يعني تكاتفت فيها يعني المجهودات الشعبية مع بقيادة العرش العلوي المجيد. المقاومة في المدينة القديمة وفي الحي المحمدي وكان ضرب السلطان، وربما تنعتبر أن ضرب السلطان هو المعقل الكبير ديال المقاومة. كنا تنسمعوا اسم شارع الفداء، هذاك شارع الفداء كان اسمه
شارع السويس. هذاك الشارع ما تسمى شارع الفداء إلا وكان فعلا كدوس فيه واحد العداد ديال العمليات ديال المقاومة، وكان شارع يصلح لنا للمظاهرات لأنه شارع كبير. فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجديدة يساهم في صيانة الذاكرة والتعريف بأمجاد ملحمية خاضها أهالي دكالة. وتتمثل الرمزية التاريخية لهذا الفضاء أنه كان إبان الفترة الاستعمارية مقراً للمراقب المدني الفرنسي ومكاناً لاعتقال وتعذيب المقاومين، ليصبح الآن فضاءً يستعرض أمجادهم ويحيي ذكراهم. وهذا الفضاء الذي نتواجد فيه الآن له حمولة وتاريخية وازنة، وكذلك له موقع متميز ضمن جغرافية المدينة، حيث يتواجد بالقرب من الحي البرتغالي، هذا الحي المصنف ضمن التراث العالمي من طرف منظمة اليونسكو، وكذلك هي المقربة من الميناء التاريخي لمدينة الجديدة الذي لعب أدوار تجارية واقتصادية خلال فترة تامة من تاريخ المغرب، وكذلك تحيط به مجموعة من البنايات التاريخية والكولونيالية التي تعود إلى عشرينيات القرن الماضي. هذه البناية كانت مركزا للسلطة الممثل الإقامة المحلية أو الإقامة العامة الفرنسية بمدينة جديدة، وهو ما يسمى بالمراقب المحلي الفرنسي لو كونتروليور سيفيل فرونسي. هذا الذي يستمد من هذه البناية هيبته وهيمنته وجبروته، وهذه البناية كانت مصدر كذلك ترويع وتخويف وتهويل لساكنة المدينة جراء الاعتقالات والتنكيل والتعذيب والاحتجاز والاستنطاق الذي تعرض له المقاومون والوطنيون في هذا في ردهات هذا الفضاء إبان فترة المقاومة المغربية. يقدم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالرباط مجموعة من الصور والوثائق لبدايات التدخل الفرنسي بالمغرب من الجهة الشرقية من مدن وجدة في جيك وبوعرفة، وللأعمال القتالية وقصف سفينة غاليليه من الجهة الغربية لمدينة الدار البيضاء، وكذلك توغل القوات الفرنسية في سهل الشاوية. هذا الفضاء يضم واحد المجموعة ديال الصور تتجاوز تقريبا 700 صورة وثيقة تعرض للتاريخ المشرق للكفاح الوطني من أجل الاستقلال، وتعرض كذلك الصفحات المشرقة للملحمة المغاربة في النضال من أجل الحرية والكرامة. الصور الوثائق هي معروضة بشكل تراتبي وبشكل كرونولوجي، ابتداء من مؤتمر الجزيرة الخضراء انعقد في 1906، وكذلك وثائق أخرى وصور أخرى تتحدث عن الاحتلال في شكل على شكل كماشة من خلال الشرق عبر مدينة وجدة والمنطقة بوعرفة وفيقيق، وكذلك عبر منطقة الشاوية وخصوصا مدينة الدار البيضاء، وذلك ابتداء من 1907. ثم نمر كذلك لعرض وثائق وصور أخرى تهم مراحل أخرى للغزو، بداية مدينة تازة اللي كانت تشكل مرحلة مفصلية اللي كتضم أو تضم الشرق بالغرب بالنسبة للاحتلال الفرنسي، اللي كانت مرحلة مهمة في تاريخ الاحتلال الفرنسي. ثم كذلك بداية المقاومة المغربية من خلال مقاومة مناطقية إذا جاز القول بالشمال والجنوب والشرق والغرب. يستوقفنا بفضاء الذاكرة بالدار البيضاء جدار يضم المئات من الصور للمقاومين والشهداء من أبناء المدينة قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الاستقلال. ينقلنا هذا الفضاء أيضاً عبر محطات حافلة من تاريخ النضال الوطني من أجل الكرامة والحرية. نجد في الطابق الأرضي هناك في طابق يعني فضاء خاص للعرض ديال كل ما له علاقة بفترة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، المسائل يعني المخطوطات،
المسائل الإثنوغرافية. في الجانب الأيسر هناك رواق ديال السلاطين والملوك الدولة العربية الشريفة، كما في الطابق العلوي هناك فضاء خاص بالحركة الوطنية والمقاومة على المستوى المحلي ديال الدار البيضاء سطات. الرواق الأول من فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجديدة يستحضر الذاكرة المحلية، إذ يقدم مجموعة من الوثائق والصور لبنايات تاريخية تعود إلى بداية القرن العشرين، ومجموعة من الأدوات واللوازم والألبسة التي تؤرخ للحياة اليومية لتلك الفترة. احنا دابا في القاعة الأولى ديال الذاكرة المحلية الخاصة بمدينة جديدة. المعروضات اللي كتوفر عليها هما صور ديال المواقع والمآثر التاريخية اللي كتشهر بهم مدينة جديدة، واللي أغلبيتهم بنايات تشيدات في بداية ديال الحماية الفرنسية. كنلقاو صورة ديال البناية اللي احنا فيها دابا بيرو عرب، كنلقاو صور ديال البريد الفرنسي والبريد المغربي، منارة سيدي بوافي ولا منارة ديال المدينة الجديدة. غادي نلقاو صور أخذت لشاطئ البحر، السوق، الأسواق اللي كانت كتنظم هنايا، في الأسواق الأسبوعية اللي كانت في مشهورة في مدينة جديدة. في العشرينات من القرن الماضي اندلعت حرب الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي. تعتبر هذه الحرب أوج المقاومة المسلحة آنذاك. أوقع المقاومون الريفيون في البداية عدة هزائم بالقوات الاستعمارية الإسبانية، اضطرت إثرها إلى الإنزال الكبير واستخدام الطائرات والدبابات، وكذلك الاستعانة بالقوات العسكرية الفرنسية. وسجل التاريخ أسماء المئات من الشهداء في هذه المحطة الحاسمة من الكفاح الوطني. هذا الرواق يعرض مجموعة الصور تتحدث عن حرب الريف اللي بدأت في 1921 انتهت في 1926. في مجموعة ديال الصور معبرة جدا ورمزية كذلك. كنلقاو هنا صورة حول الاجتماع السري الذي عقده الفرنسيون مع الإسبان، هو اجتماع تنسيقي نظم سنة 1925 لدحر الانتفاضة ديال محمد عبد الكريم الخطابي بالشمال. وكما كذلك هناك صورة معبرة كذلك بين الجنرال ماريشال بيتان والماريشال يوطي. يقدم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالبيضاء واجهات زجاجية تضم نماذج من الأسلحة اليدوية لمواجهة المستعمر، والتي تعكس رفض المغاربة القاطع للاحتلال واستعدادهم لمناهضته بكل الوسائل المتاحة. وفي هذا المكان ديال العرض كما كتشاهدوا معنا كاين واحد العدد من المعروضات، من بينها معروضات اللي تتميز، اللي يعني هي مشتركة بين مختلف الفضاءات اللي تتفوق 100 فضاء عبر تراب المملكه اللي كتبنيها وكتجهزها المندوبيه الساميه القدماء المقاومين اعضاء جيش التحرير، حيث ان هنا واحد العدد من الاسلحه وواحد العدد من الادوات اللي كانت كتستعملها المقاومين في اطار العمليات ديالهم اللي كيديروها في مقاومه المستعمر. ثم كاينين واحد العدد من الادوات اللي كان كيستعملها المستعمر الفرنسي الغاشم في تعذيب وفي يعني تعذيب المقاومين اللي كانوا انذاك. يقدم فضاء الرباط للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير وثائق تحكي المواقف البطولية والكفاح الشرس ضد المحتل في مختلف ربوع المملكة، وكذلك مشاركة المرأة الجريئة في الكفاح الوطني. هذا الجناح يستعرض مجموعة من الصور تتحدث عن مقاومة المغاربة للاستعمار بمختلف المدن المغربية. نجد أن هناك صور تتعلق بمدن الدار البيضاء، مدن فاس، مدن الرباط كذلك، ومدن أخرى مغربية، لأن جميع المغاربة قاوموا في جميع المناطق المغربية. صور كذلك تعبر عن توضح بجلاء دور اللي لعبته المرأة المغربية في هذه المراحل ديال الانتفاضة المغربية. هناك صور تستعرض خروج المغربيات ليلا بمدينة فاس في 1955، وكذلك مدينة الدار البيضاء، وهي صور معبرة جدا. كنا كنخرجوا المضاربات، العيالات الحومة كلهم، عيالات كبار وصغار كلشي كان تيخرج، تيتكفصوا شويش من المقدمين ديال ذاك الوقت، لأن كانوا أذناب ديال الاستعمار المقدمين الأغلبية ديالهم،
كيقبطوا اللي كيقبطوا بالضرب بالعصا وعاد تيبقوا التدخلات عاد تيبدا شي تخرج وشي تيبقى تما تيمشي للتكاك فاشويش للكوميساريا عاد كيطلقوهم. هادشي في الرفوض ديال محمد الخامس. اتسمت فترة الحماية بالمغرب بالعديد من الانتهاكات التي كان المستعمر يمارسها على المواطنين كالتفتيش وحظر التجوال والاعتقال وغيرها من المضايقات. هذا الجناح يستعرض مجموعة من الصور تتعلق بفترة الحماية وبالاستفزازات التي كان يتعرض لها المواطنون المغاربة خلال هذه الفترة هذه من مضايقات ومن تفتيش ومن حصار ومن حظر للتجول. الأمر الذي امتد إلى درجة أن الحماية كانت تضع جنود فرنسيون كقناصة فوق السطوح البنايات. إذن صور هي تتأرخ لواحد المحطة تاريخية مهمة من تاريخ المغرب اللي عرفتها مدينة يخربكا وتزم واللي عرفت مجموعة من الأحداث الدامية من استجاد الآلاف ديال المقاومين المغاربة وكذلك من اعتقالات وتفتيش المنازل ديالهم اللي عرفتها في ظرف يومين 19 و20 غشت 1955. يقدم فضاء الجديدة رواقاً خاصاً بأعلام المدينة ومنطقة دكالة ورواد الحركة الوطنية، ويعرض أيضاً صوراً لفتيات ونساء المنطقة اللاتي لعبن دوراً هاماً في نشر الوعي الوطني والمشاركة الفعالة في الحركة الوطنية ومناهضة الاستعمار. بخصوص القاعة الثانية، هي تتم القاعة الأولى اللي كنا فيها ديال الذاكرة المحلية الخاصة بمدينة الجديدة واللي كتلخص في صور ديالها العلم الرواد والعلماء ديال مدينة الجديدة من أبناء مدينة الجديدة واللي كان عندهم دور كبير في تنمية الحس والوعي الوطني. إضافة لهذا الشيء كاينين حتى أعضاء ورواد الحركة الوطنية من آنذاك الجيل الصاعد المثقف واللي كانوا منخرطين في أحزاب سياسية، وكاينين حتى الفتيات المتمدرسات اللي كانوا لجوا للمدارس الخصوصية اللي حتى هي كانت بدورها نوع من أنواع المقاومة لأنها كانت كتعمل بنظام ضد النظام الفرنسي، نظام دراسي ضد النظام الفرنسي، وكتكرس الدين الإسلامي واللغة العربية، وكانت حتى هي في مثابة تحدي للنظام الفرنسي. ما كناش غير رجال في هذه الحركة، كانوا واحد المجموعة ديال النساء اللي داخلين معنا في الحركة عضوات. المهمة ديالهم كانت المهمة ديالهم كانوا تنقلوا السلاح ما بين أفراد ديال المقاومة وفي المقاطعات وفي الجهات بعيدة، وكانوا تدوز أيضا المناشير. الحكمة اللي كانت هي أنه الفرنساويين ما كانوش كيزعموا يفتشوا المرأة المغربية. أنا كنت في كل عملية كان كيعطيوني السلاح، ملي كيديروا العملية يعطيوني السلاح تنمشي وما مكلفين اللي يعاود كيتعرض لي وياخذوا من عندي. هذا الفضاء هو احتضانه السيارة اللي هي سيارة تتعود في ملكيتها الواحد من الفرنسيين الأحرار اللي كانوا يساهمون بدورهم في مقاومة المستعمر، يعني ما منعتهمش الانتماء ديالهم الفرنسي والانتماء ديالهم والجنسية ديالهم الفرنسية في الدفاع على حرية المغاربة ودفاعهم على المغرب في نيل استقلاله. هاد السيارة هذه تتعود إلى كما قلت إلى الفرنسي اللي كان أنا ذاك مدير ديال الشركة اللي هو جاك لوماغر دي بروين، واللي اغتالته القوات الاستعمارية واحد الجماعة إرهابية كانت تابعة للقوات المستعمر سنة 1955 بالضبط 11 يونيو. وثيقة المطالبة بالاستقلال حدث تاريخي حاسم في ملحمة الكفاح الوطني من أجل تحقيق حرية تحت قيادة ملك البلاد محمد بن يوسف. في 11 من يناير
1944 قدم رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وثيقة المطالبة بالاستقلال. الفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير يعرض الصورة خاصة بالوثيقة المطالبة بالاستقلال وكذلك الموقعين عليها شخصيات من جميع مناطق المغرب واللي تتعكس الرغبة ديال المغاربة في المطالبة بالاستقلال، يشكل واحد المحطة بارزة في تاريخ المغرب. رواق المقاومة الوطنية بفضاء الذاكرة بالجديدة يقدم عرضا كرونولوجيا بالصور والوثائق للحركة الوطنية منذ بداية المقاومة المسلحة الأولى والمعارك التقليدية وكذلك العمليات الفدائية مرورا بمرحلة الوعي الوطني وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. وهو رواق خاص بالمقاومة المغربية والحركة الوطنية اللي هو مقسم الصور ديالو ولا المعروضات ولا الوثائق المتواجدة في هذا الرواق هذا مصنفة تصنيف كرونولوجي بدءا بالمقاومة المسلحة الأولى اللي هي انطلقت الشرارة ديالها مباشرة بعد فرض الحماية على المغرب سنة 1912 وكذلك المرحلة ديال بداية أو نشأة الحركة الوطنية ونشأة الحزب السياسي والحزب الوطني ومن بعد منها حزب الاستقلال ثم تقديم وثيقة المطالبة للاستقلال في 11 يناير 1944 مرورا بمجموعة من المحطات التاريخية الهامة كالزيارة التاريخية للمغفور محمد الخامس إلى طنجة في 9 أبريل من سنة 1947 وخطاب التاريخ لجلالته في طنجة. في 7 أبريل من سنة 1947 وقعت أحداث أليمة بمدينة الدار البيضاء إذ قامت السلطات الاستعمارية بقمع المتظاهرين بشكل عنيف سقط على إثرها العديد من الشهداء. أياماً بعد ذلك ألقى المغفور له محمد الخامس خطاباً تاريخياً بمدينة طنجة طالب فيه بالاستقلال، كما ألقى كل من سمو الأمير المولى الحسن والأميرة للا عائشة كلمتين هامتين بنفس المناسبة. كما تنشوف هنا الصور اللي تتأرخ لواحد زيارة تاريخية الذي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس إلى مدينة طنجة واللي عرفت بهذه المناسبة إلقاء خطاب تاريخي في 9 أبريل 1947 وكذلك اللي كان فيه استقبال مجموعة ديال الوفود ومن بعد منها عرفت أيضا كلمة والخطاب ديال سمو ولي العهد الأمير مولاي الحسن طيب الله وطهره وكذلك كانت أيضا الكلمة ديال صاحبة السمو الأميرة للا عائشة. يرسم فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة الجديدة من خلال معروضاته من الصور والوثائق تاريخ المقاومة المغربية ومناهضة الاستعمار ويلقي الضوء على أهم المحطات التاريخية خلال ملحمة التحرير وبناء المغرب الحديث. القاعة اللي كنتواجدوا فيها الآن هو رواق خاص بالذاكرة الوطنية، غادي نلقاو صور اللي كتأرخ المرحلة المنفى ولا النفي ديال العائلة الملكية، من بعد منها غادي نشوفوا الصور اللي كتأرخ الفترة ديال المقاومة المسلحة الثانية، ثم جيش التحرير وصولا إلى المفاوضات المغربية الفرنسية وعودة جلالة المغفور له محمد الخامس والأسرة الملكية من المنفى. وبداية فترة العهد الجديد والفترة ديال الجهاد الأكبر اللي هو بناء الدولة الحديثة المستقلة الديمقراطية. عرفت المقاومة المغربية المسلحة بالقوة والشراسة والتنظيم على الرغم من استعمالها لوسائل وأسلحة تقليدية بسيطة في البداية. بدأت عمليات رجال الحركة الوطنية تتخذ أبعاداً تهدد سلطات الحماية بشكل كبير مع حصولها على أسلحة وغنائم عسكرية من العمليات الفدائية. كانوا الناس الوطنيين اللي تكونت خلايا من 6 الناس 7 8 10 الناس وبدينا كندبروا على الأسلحة بطرق ما كنا حنا مهيئين نفسيين ولكن غادي الموارد اللي باش يمكن لينا نقاوموا بها غادي نوجدوها من بعد
بحيث دوك العملاء ديالهم تلقينا لشي واحد واستطعنا باش نحيدوا منه الأسلحة. وهذاك السلاح صبح جاب لنا أسلحة كثيرة وحتى الرشاشات وحتى كذا. هذه في البداية بدات الخلايا كتقوم بالاغتيالات وكذا، الوفاء والحب والمظاهرات وسدوا الحوانت الوقت اللي كيبغوا يسدوهم. والشعب مشى مع يعني احترم الوفاء الملك ديالو وبدا كيطالب بسير، الى درجه انه الملك ولاو كيشوفوه في القمر ويشوفوا كذا. شوف الى درجه انه استمرت المعركه، استمرت الخلايا. على خلاف توقعاتها، لم يحقق نفي السلطان محمد الخامس إلى مدغشقر في 20 غشت من سنة 1953 الأهداف المرجوة من قبل المستعمر في إخضاع البلاد وإخماد حركة المقاومة، بل بالعكس نشطت خلايا العمل الوطني وأصبحت المظاهرات تهدد بشكل كبير سلطات الحماية. لم تتوقف حتى عودة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وإعلان الاستقلال. كاينين واحد العدد من الصور سواء يعني اللي كتأرخ الذاكره المشتركه ما بين المغاربه قطبه في المجال ديال المقاومه، من بينهم اللي كتأرخ الرموز ديال المقاومه المغربيه، من بينهم محمد الزرقطوني وغيرهم من الاسماء اللي كانوا اللي انطلقوا من مدينه الدار البيضاء، عبد الله الحداوي وغيرهم من الاسماء، ولا يعني كتأرخ ايضا يعني لبعض الاحداث كما شفتوا في الفضاء، والصور اللي كتأرخ لبعض الاحداث ك القنبلة التي استهدفت المارشي سنترال، أو القنبلة التي استهدفت يعني السوق البلدي بضرب السلطان، أو لأحداث أخرى متعلقة بفترة المقاومة في الدار البيضاء، من بينها الأحداث ديال الدرب الكبير اللي كانت يعني استجابة وتفاعلا بين المغرب وبين الشعب التونسي الشقيق، حينما اغتالت القوات الفرنسية أحد رموز العمل النقابي والعمل السياسي والعمل المقاومة في تونس اللي هو فرحات حشاد. كنا واجدين مهيئين نفسانيين نظرا لذاك المراحل الوطنيين ونظر الخطاب ديال الملك، نظرا للمعركة ديال السيليغان، ثم جات المعركة ديال المظاهرة الكبيرة ديال فرحات حشاد. مدينة الدار البيضاء قلعة النضال والكفاح، واجه البيضاويون بشراسة طغيان وجبروت المستعمر، قاموا بمجموعة من العمليات الفدائية الشجاعة بأماكن وأحياء مختلفة من الدار البيضاء، مسجلين بها لحظات مشرقة من تاريخ الكفاح المغربي ضد المحتل. الوقت اللي مات زرقطوني رحمه الله، المقاومة فكرت باش تفديه بشي راس كبير، وهذاك راس كبير هو داك الدكتور إيرو. الدكتور إيرو كان إنسان إعلامي الأول ديال الاستعمار في المغرب، الله يرحمهم جميعا. داك الخلية دبروا له مؤامرة مزيان كذا إلى خيره، وصوبوا له وحيطوا طيحوا بسهولة في قاع الدار ديال الأوروبيين بطبيعة الحال. ثم بونيفاس، هذا بونيفاس هو الحاكم العسكري في الدار البيضاء، منين استطعنا ندخلوا نتلقاو له ونضربوه. خلايا اخرى، انا كنتكلم على الجميع ديال ضربناه المره الاولى والثانيه وطال فلت كذا، منين ولا الحاكم العسكري هجمنا عليه حتى للدار ديالو. كيفاش الاستعمار ما يتخوف شيء؟ كيفاش ما يتخوف شيء؟ ثم قمنا بعمليه الاهم، هو العسكر اللي كيكون عامل كيعمل تورني كيدور، هما سبعه ولا ثمانيه واحد ورا واحد، تلقينا لهم. وانا كان لي الشرف كبير باش نكون في هذه المعركه هذه، بحيث ضربنا جوج شي هرب، ودوك اللي ضربناهم طاح ماتوا، هزينا لهم مترايات والاسلحه وكذا الى اخره. هذا عمل ما يمكنش. هجمنا على فرنسا وفرنسا تخوفت ومبقاش عرفت
سورتو ملي قدينا ليها على العيون ديالها على الخونه وعلى كذا الى اخره. فعلا في هذا الوقت من اخر 54 و55 دوك المقاومين بطبيعه الحال اللي حصل راه حصل. ادى تكرفصات، كنت اعتقلت وتكرفصت تكرفصه ديال وتحكمت، كان الاعدام كنتظر، والحمد لله الفضل كيرجع لمحمد الخامس، رجوع محمد الخامس. هذوك المقاومين اللي ما تعتقلوش هربوا مشاو رحلوا للشمال، استطاعوا مع قياده وطنيه تماك باش يكونوا جيش التحرير. محمد الخامس اولا تصدمنا انه هذاك النفي كان غير منتظر. حنا الشباب، خصوصا الشباب، حنا ديك الساعه سمينا شباب 20 غشت، فكرنا باي سلاح غادي نقاوم. ما عندناش ديك الساعه باقي ما حصلنا لا على اسلحه لا والو. شي تيقول غادي نهو بالحجار، شي تيقول غنستعملو السكاكين، كله الفكرة ديالو داخل الاجتماع شنو اقترح. بقينا مترددين في نوع المقاومة، أما المقاومة حنا عولنا عليها، ولكن جانا خبر اللي شجعنا على المقاومة، صافي تفتحنا، وهو العملية ديال الشهيد علال بن عبد الله. الشهيد تتعرفوا أنه شهيد بن عبد الله، ممشى بلا سلاح بلا مسدسات ولا داموس، إذن كافح بموس مجرد سكين. وقلنا حنا يا ما يمكنش ملي هذا شخص استطاع وصل حتى لبن عرفة وغير بسكين بموس بغى يدير المقاومة، إذن فتحنا الباب تاعنا في الدار البيضاء، قلنا اللي استطاع يدير المقاومة بأي وسيلة من الوسائل اللي قادر عليها يديرها. طبعا هذا الحال بعد هذا النف ديال المغفور له محمد الخامس في 1953 ظهرت في المغرب مجموعه من الحركات الاحتجاجيه والحركات ديال الانتفاضه والمقاومه المسلحه والفداء، واللي كانت بدايه الشراره ديالها هو باستشهاد البطل علال بن عبد الله في 11 تنبير 1953. وبعدها انطلق عمليه جيش التحرير في اكتوبر 1955 في الشمال، ومن بعدها اذن في بدايه ديال سنه 1956 بالجنوب. هذه الضربات المتواليه لرجالات المقاومه والحركه المسلحه غتفضي الى عوده المغفور له محمد الخامس من المنفى في 16 نوفمبر 1955، واللي كتسمى عند المغاربه كاملا هي الاعياد الثلاث المجيده، هي عيد العوده والانبعاث والاستقلال، يعني ايام 16 و17 و18 اللي غيزف فيها المغفور له محمد الخامس بشرى الاستقلال من المشوار السعيد في 18 نوفمبر 1955، واللي كيتعتبر هو سند الاحتفال عند الشعب المغربي بعيد الاستقلال المجيد. يقدم فضاء الذاكرة التاريخية بالدار البيضاء أروقة، يضم أولها دمًا بلاستيكية تحاكي عمليات التفتيش الاستفزازية التي كان يتعرض لها المقاومون والمواطنون على السواء، وكذلك رواق خاص بكيفية طبع المناشير، ورواق ثالث يبين كيفية صنع الخراطيش والقنابل. هناك غرفة أولى تحتضن وتجسد عملية التعذيب والتفتيش اللي كانوا كيتعرضوا لها المغاربة المقاومين من طرف القوات الاستعمارية، ثم قاعة أخرى تتجسد عملية النسخ ديال المنشورات اللي كانوا كيستعملوها المقاومين المغاربة في نشر الوعي بالوطنية ونشر الوعي لدى المغاربة باش يقاوموا المستعمر من خلال يعني التوعية اللي كتكون في هذه المنشورات. ثم هناك ايضا غرفه اخرى اللي كتجسد العمليات كيف كان كيصنعوا المقاومين المغاربه، كيفاش كانوا كيصنعوا القنابل اللي كانت كتستعمل في العمليات ديال المقاومه. بالجديده فضاء الذاكرة التاريخية يقدم رواقاً للذاكرة المشتركة المغربية الفرنسية والخاصة بمشاركة الجنود المغاربة إلى جانب القوات الفرنسية في الحرب العالمية.
وفي جانب آخر من هذا الفضاء نجد جناحاً خاصاً بشهداء سجن العاذر الفلاحي، صور لمجموعة من المقاومين الشباب الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن. شهداء السجن الفلاحي العاذر اللي هم 19 شهيد، منهم محمد الفطواكية، منهم الودي، منهم محمد الراشدي، عبد العالي مشقرون، عبد العزيز مشقرون وغيرهم، اللي هم 19 شهيد اللي كتضم مقبرة الشهداء بالسجن الفلاحي العاذر الرفات ديالهم. وهذا المؤسسة السجنية العاذر كغيرها من المؤسسات السجنية الأخرى أقامتها السلطات الاستعمارية للزجر بالوطنيين والمقاومين في الردها ديالها، أمثال السجن الفلاحي العاذر، السجن العيني علي ومومن بسطات، السجن العلوبي الرباط، وبرج النور بفاس، ومعتقل أغبان وكردوس بالرشيدية، وهي معتقلات تحيل على الترهيب والتخويف والتنكيل. يقدم فضاء الذاكرة التاريخية بالرباط مجموعة من الصور توثق لمظاهر البهجة والفرح بعودة ملك البلاد المغفور له محمد الخامس من المنفى، وكذلك الزيارات التي قام بها ومن ضمنها الزيارة لمحمد الغزدان وغيرها من المحطات التاريخية الهامة التي تعكس العلاقة المثينة بين العرش والشعب. كيف ما هو مبين الخلف ديالي أن مجموعة من الصور هذه تتأرخ للعودة ديال المغفور له محمد الخامس، وهذا الحالة من الابتهاج والسرور التي عمت الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة، من الشرق إلى الغرب، بعودة المغفور له والأسرة الملكية وإعلان الاستقلال ديال المغرب. يقدم رواق ما بعد الاستقلال بفضاء الذاكرة التاريخية بالرباط مجموعة من الوثائق التي تؤرخ للعلاقات الدبلوماسية المغربية، وكذلك للزيارات التي قام بها المغفور له محمد الخامس لمجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة، وكذلك لقاءات جلالته بالعديد من الملوك والرؤساء والزعماء. الرواق اللي احنا متواجدين فيه الان هو كيأرخ لواحد الفتره الزمنيه من 1955 حتى 1961، اللي كما كتشوفوا في الخلف ديالي كاين مجموعه من الصور اللي كتعبر اولا صور ديال الابتهاج والفرح، بالاضافه الى الزيارات التي قام بها المغفور له محمد الخامس، منها الزياره ديالو لمحمد الغزلان، وايضا استقبال مجموعه من الوفود المغاربه والوجهاء والاعيان ديال القبائل. كانت هاد المشاورات واللقاءات الهدف ديالها هو وضع واحد الخريطة كيف سيتعامل المغرب مع فرنسا باش تتكلنا بتوقيع الاتفاق النهائي باستقلال المغرب في 1956. كان لابد بعد الاستقلال ديال المغرب أنه المغفور له محمد الخامس يوطد العلاقات مع الدول الجوار، منها الزيارات اللي قام بها بالنسبة لمصر، للولايات المتحدة الأمريكية، للزيارات اللي قام بها لفرنسا أيضا من أجل لتوقيع معاهدات تجارية ودبلوماسية، لأن كانت مازال هناك مشاكل ديال الحدود لابد من الحل ديالها وإعطائها على البعد والنفس آخر. طبعا الحل للمغرب هو بحكم ينتمي إلى القارة الأفريقية، فكان لابد للمغفور له محمد الخامس أن ينغمس في الهموم وقضايا إفريقيا، وبالتالي فالمغفور له محمد الخامس سخر الجهود دياله في دعم حركة التحرر الإفريقية، واستطاع أنه يستقبل مجموعة من الزعماء الأفارقة في المغرب اللي مشهود لهم الكفاءة ديالهم، واللي اليوم هما لازالوا شركاء ودعامات أساسية للمغرب. كنتكلموا على مالي، السنغال، غانا، النيجر، كل هذه الدول التي تتربط المغرب إلى اليوم بعلاقات صداقة، علاقات دبلوماسية وتجارية وصداقة بحكم انتمائهم كاملا للقارة الإفريقية. جانب آخر من هذا الرواق يؤرخ لمظاهر الحزن في صفوف الشعب المغربي على إثر وفاة أبي الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. آخر ديال الرواق للأسف هو أنه كينتهي بالحدث ديال الوفاة ديال المغفور له محمد الخامس، اللي هو أب ديال هذه الأمة هذه، لأنه تعتبر هو أب المغاربة كاملين، هو المقاوم الأول اللي قام قاد الشرارة ديال المقاومة منذ ما قبل
ان يتم بالزياره ديالو لطنجه اللي كما كنتو شفتوا في المعرض ديال هذا الحديث ديالكم، الزياره ديالكم للفضاء، راه كان داعم للحركات المقاومه المسلحه وايضا الحركه الوطنيه في المغرب من 1944، والزيارات ديالو اللي قام بها لطنجه في 47، وغادي يكلل المشوار ديالو بانه يدير زيارات المناطق الجنوبيه كما شفنا في 25 فبراير 1958 المحامد الغزلان والخطاب التاريخي ديالو به، اللي هي مرحله اسس لمرحله اخرى، مرحله استرجاع الاقاليم الجنوبيه اللي غادي يجي من بعده المغفور له محمد الحسن الثاني اللي غيكمل هذه المسيره هذه. رواق ضمن فضاء الذاكرة بالرباط يؤرخ لفترة تولي الملك الحسن الثاني الملك، والتي تميزت بإرسال جلالته لقواعد الدولة المغربية الحديثة ومواصلة الجهاد الأكبر، وتعد المسيرة الخضراء من المحطات التاريخية الهامة في عهد الملك الراحل. الرواق اللي احنا موجودين فيه هو واحد الرواق تيأرخ لفترة الحكم ديال السلطان الحسن الثاني، غادي يواصل مشوار ديال توطيد دعائم الدولة الحديثة، وهنا غادي كان لابد من انه يعقد مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعة من الدول كما هو موثق في هذه الصور الموجودة هنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون ان ننسى الدور ديال المغفور له الحسن الثاني في دعم القضية الفلسطينية. طبيعة الحال الحسن الثاني في العهد ديالو كانت هناك مجموعة من المنجزات والإنجازات التي تحققت على مستوى السياسي والاقتصادي، هنا كان فراغ سياسي أنه ظهر مجموعة من الأحزاب إلى غير ذلك، ولكن الحدث الأبرز اللي أرخ فترة ديال الحسن الثاني هي تنظيم المسيرة الخضراء اللي كان في 6 نوفمبر 1975. أصبح جلالة الملك محمد السادس ملكا للمغرب إثر وفاة والده المغفور له الحسن الثاني، وواصل إرساء دعائم الدولة الحديثة، وفتح العديد من الأوراش شملت مختلف مجالات التنمية، والمسيرة ما زالت مستمرة.